وصل إلى البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس الضيف عند سلم الطائرة لدى وصوله المطار السلطاني الخاص. مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة الذي يقوم بزيارة دولة إلى سلطنة عمان. تبادل جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الضيف الأوسمة والهدايا التذكارية بمناسبة زيارة فخامته الكريمة سلطنة عمان. غادر البلاد فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حيث كان في مقدمة مودعيه بالمطار السلطاني الخاص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.